النشا بتاع البطاطس من الحاجات اللي لا يمكن اي حد يقدر يستغنى عنها. عايزه تبشري بطاطسيه كلها ابشريها، عايز تاخدي نصها كفايه اوكي، انا محتاجه نصها لان الخيار الراية بتاعتي صغيره متاكله قبل كده، يعني تحسوا ان هي كشه مش خيار الراية كبير، يعني لو كبيره كنت حطيت البطاطسيه كلها. anyway غسلنا البطاطسيه وقشرناها وخدنا منها شويه اهم، والخيار الراية في طبق الكلب اهم شويه، والزيت بتاعنا سخن عشان نعمل الجمبري. هنزل بيه عشان الخبط الناس اللي بتخش للوصفه. الجبال لازم تشوفي خريطه البطاطس. اه يس ايوه، ما عندكيش باقه اخرجي وبرجعي زورينا تاني يا شباب. انا كده بسخن البصلايه عشان الجمبري، ملكوش دعوه بيه، ده مش في الخلطه. الخلطه عباره عن مكونات، خليكوا معايا. لبن بودرة، صبار جل، طلعي جوزك من الدولاب نشا، زيت جوز هند، عند الزبادي. المكونات بتاعتنا هنا هي دلوقتي كلها. خلاص اول شيء هتعمليه، بسم الله الرحمن الرحيم، الا وهو هنصفي الحاجات اللي بشرناها. اول شيء هنعمله دايما للخلطه بتاعتنا هو تصفيه الخيار وتصفيه البطاطس. اوكي، ده حله، طلعي حله صفي فيها العفريت، تمام، انزل بخيار يا معلم. اوكي، عند البطاطس جوزيهم بعد هنا جوه لحد، وسيبيهم يبصون في بعض بقى، كل واحد يعكس التاني ناو كده مع بعضياتهم، وتروحي جايبه القماشه بتاعت مرضعه الوان تصفي فيها ايه الحاجات بتاعتك دهانك ده، تنزلي بالميه الساحره اللي احنا هناخدها ناو من الجوازه دي، جواز الخيار من البطاطس اهو قدامكم، ده سحر والشعوذه مع بعضياتهم اهو. خلطة سهلة موت، عشان بتوع الوصفات الحرمية ياخدوها ويمشوا ويسيبوني ناكل انا الجمبرنة والمحشي مع صاحبتي. Here we go. ادي خيار ومية البطاطس مع بعضياتها، عشان ايه؟ مش هقولك، ناو انا مش هقول، مش هريحك دلوقتي، مش هريحك واقولك الخلطة دي بتاعت ايه قصدي. اوكي؟ وهتيجي فوق المية دي تحطيها على النار في حلة ناو هنا كده، وهتاخدي بالظبط بالظبط بالظبط، اسمعي الكلام عند، ركزي معايا، فاهمة يا حلمبوحة يا حرمية مالك لها؟ ها؟ ركزي معايا شوية. هتيجي معايا بمعلقة لبن بودرة نيدو أي جنسية، لبن بودرة، ابعتي لولا حماقة يشتري لك كيس لبن من عند البقال اللي تحت في البيت ده، ادالي السبب. لبن بودرة، alright، and قلبي اللبن البودرة مع مية البطاطس ومية الخيار لحد ما تحسي ان هما شربوا بعضياتهم على النار، تمام؟ وهتجيبي نقطة ماء ورد، أو لو مش متحسسة حطي نقطة ليمون، لكن أنا محتاجة نقطة ماء ورد. Alright، rose water a drop here كده، وأقلب لحد لما أحس إن اللبن اندمج، وارجع احطه على النار واديله نص معلقه نشا فقط لا غير من جوزك. افتحي جوزك، طلعين الدولاب، خدي منه ونص معلقه بس، بسيطه موت الحركه دي. وان لارج سبون هاف، هتاخدي منها نص كله، نو نص هاف، نص فوق
الطقطقه اللي بتحصل دلوقتي وتشيليه من على النار وتدوبي النشا مع بعضياته جوه الحله كده اهو. اوكي، لحد لما تحسي ان النشا ولبن البودره مع ميه البطاطس وميه الخيار دبلوا واندمجوا. alright كده 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 تمام. عايزين نحصل على خليط مندمج عايش مع بعضياته بيحب بعض عند بيبوس بعضه. يس. و هتجيبي هاف سبون نص معلقه من الزبادي. الزبادي مبيض جدا للبشره full of vitamins. اللبن مبيض جدا، البطاطس مبيضة جدا، الخيار معالج ساحر لأي شيء بايظ جوه خلقتك يا شابة. اوكي كده 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 اهو ابتدى يلف قدامكو اهو تمام. ارجع تاني على النار اتأكد انه مفيهوش اي كلكعات خالص. alright وانا بقلب وبشيل بقلب وهيتلسع منك يا امي. اها انا بقولك اها مش كل شوية انا بعت الولا حماقة يشتري لي خيار عند بطاطس. يوه مش ممكن حقيقي. انا عارفة انا عارفاكي وليا مبذرة. يس بابي يس. ناو بحاول اسوي واخد النشا اللي بينزل من مية البطاطس حاليا وحنزل بربع بوز المعلقة. بقولها تاني الله انتي جيتي المعلقة وقعت مني بتصور مش عاوزة من وشك حاجة كوبا تشيلك يا شيخ. مش عاوزة منك حاجة خالص جدا. حطينا خلاص زيت الجوز هند اهو مع باقي الخلطة ونطفي النار عشان الخطوة اللي جاية مهمة موت. الا وهي اهو حالا هوريكم. هتجيبي بسم الله الرحمن الرحيم انا حمرت البصل هنزل بالجمبري على البصل مالكوش دعوه بالوصفه ده حاجه تانيه خالص. ناو هتجيبي المدفعيه بتاعتك وهتنزلي بالخلطه دي قدام الكاميرا اهي مع بعضياتها اهي وهتجيبي بالظبط معلقتين من الصابون الدوف المبشور 2 سبون معلقتين فوقها وهي سخنه 2 سبون. ما اصل ورثه كل شويه اشتري في صابون وزيت وحاجات كده للشعب. يس وهو دافي حطي الصابون عليها وقلبي جامد موت جدا معاهم خالص كده 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 لحد ما تتاكدي ان الحاجات اندمجت مع بعضياتها تماما تماما جدا قوي خالص. alright كده هتحسي ان الصابونه بتسيح معاكي وهي دافيه. وناو هتيجي بالاليفيرا جل اللي هو اهو بينط بينط من ايدي لحد الله يخرب بيتك يا شيخ زهقت منك يا بنت شاورما. معلقتين من جيلاتين الصبار يا بنت شاورما دي مش غازات ده من الازاز اهو بقول لك اهو عشان ما حدش يظن في حاجه وحش هو حد يفهم حاجه غلط. بوك على بيتك وسته سته ابوس ايدك كملي المعلقتين يا شابه. يس اتس فينيشد. نزلوا المعلقتين وكده تبقى كل المقادير مع بعضياتها هنا اهي. وهتجيبي المدفعيه عشان نتأكد ان مفيش كلكوعية واحدة فيها. خلاص تمام. حط المدفعية بتاعتك في الفيشة في البوكس
عندها هشغليها على طول، هي هتشتغل ان شاء الله. بس هي تمشي، هي باتا وورمر، لو مشيت كل حاجه هتبقى تمام. ناو ادي المدفعيه بتاعتي، شيل الحاجات دي عشان اوسع هنا هو نسلنا كده، واجي هنا قدامكم انزل الخلطه بتاعتي اضربها. هخليها كريم، انا عايزاها كريم يعني. انت بتضحكي على ايه يا بتوارمة؟ كده هتنزلي دلوقتي بنص معلقه الزبادي التاني الساقع اهو دلوقتي، واضربي الشابة، اضربي مع عميقك يا شيخة. تقدري تستغني عن زيت الجوز الهند، حطي حاجة تانية. استني هنا، اركني على جنب انت والوصفة بتاعتك. الجمبري بتاعي هينحرق، كوبا تشيلك اهو. شوحي يا بت. وريحيه، كل لما تضربي بأي حاجة لازم تستني شوية وتريحيها شوية، تضربي عند تريح، عايزاكي تريحيه، اوعك تحرقيه هلبلبك. ام بقولك اهو، ومات الكلام خلاص، اصبح عبارة عن كريمة. بيعمل ايه الخليط ده في الوجه؟ هقول لك حالا بالا دلوقتي. ايه هي مميزات الزبادي، اللبن، البودره، ميه البطاطس، ميه الخيار؟ ايه هي مميزات الحاجات دي كلها مع بعضياتها؟ مميزاتها هايله فوق ما تتخيلوا. اولا بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الصبار بيضيع اي حبوب من الوجه، جيلاتين الصبار بيسموه اللؤلؤ الابيض الشفاف اللي داخل الزرعه اللي هو جيلاتين الصبار. الزرعه عباره عن كنز لا يقدر بمال. اوكي، الخلطه دي عليها جوز هند مرطب للبشرة عشان الصابون بينشف. الخلطة دي عليها مية الخيار عشان تضيع السواد تحت العين. يا ليلتين بطلي تسهري يا أمي، انت طول ما انت قاعدة صاحية زي مصاصي الدماء كده هون قدام التليفون، هيفضل تحت عينيكي اسود عند انا افضل عليك فيه، زهقت منك والله. وهتجيبي بطرمان من البطرمونات بتاعتك، يس، او زجاجة من الزجاجات اللي هي بتعبي فيها الخلطة، وهتنزلي بالخلطة دي وتحفظ في التلاجة وتدهني منها وشك وتدهني منها تحت عينيكي، وتتركيها لو قاعدة في البيت طول النهار، او تخليها لمدة 3 ساعات، ساعتين، نص ساعة، انت ومقدرتك يعني، انت ووقتك. لو خلقتي وقت لنفسك زي ما بتخلقين وقت للتليفون، ها، وتحطي كده شوية خلطات من خلطات ابي دي كده قدام عينيكي، مش منظر جوه التلاجة، نو نو يا بيبي نو. دي حاجة علاج مسائي للبشرة بتاعتك عشان تضيعي بيها السواد الاعظم اللي طلع مطرح الحياة اللي انت بتعيشيها، ليلك نهارك عند نهار امك ونهارك ليلك. يس، هي انا كده اهي قدامكم بحاول اعبيها عشان اشيلها في التلاجة، تحفظ في التلاجة، تكرر كل يوم، تنفع اي بشرة مختلطة مجهدة. يس، ونعبي الباقي بعدين عشان الحياة هنا صعبة وفي عندنا ناس لازم ياكلوا. وهنا الخلطة الكريمي بتاعتك دي هتيجي على الوجه تحت العين في اي حتة، يس، اي حتة مجهدة عند تعبانة،
هتدهني الدهان الساحر اللي من اللبن الزبادي اللي بيبيض، اللي من اللبن البودرة اللي بيبيض، اللي من الصابون الدوف اللي بيبيض، اللي فيها صبار بيعالج البشرة، اللؤلؤ الأصلي قلب الصبارة، اللي فيها كل الحاجات اللي انت محتاجاها تدهنيها تحت العين. تحت عينك اسود مش هيختفي بحاجات زي كده، بس لازم ترجعي تظبطي مواعيد نومك. حاولي تنامي بالليل وتصحي بالنهار. ساعدي انك تعالجي صح. السواد تحت العين بيتعالج مع التكرار. الخلطة دي اهم شيء بالنسبة لك في الحياة. اوكي؟ عبارة عن كريم مصنوع من مية الخيار ومية البطاطس.